بعد تسريبها البارح دنيا بطمة تطلق أغنيتها الجديدة المطلقة. إليكم التفاصيل. بعد زوال اليوم الجمعة تم تنزيل الأغنية الجديدة للفنانة دنيا بطمة مطلقة على القناة الخاصة بشركة المنتجة للفيلم البوس على اليوتيوب، بعدما تسربت الأغنية ليلة البارح عبر واحدة من القنوات اللي كتنقل صفة دنيا بطمة على اليوتيوب. أعلنت ابتسام شقيقة دنيا بطمة على تنزيل العمل عبر منشور على حساب الفنانة المغربية على الانستغرام، وتقسمت مقطع من الأغنية وعلقت عليها بأغنية مطلقة من فيلم البوز للفنانة دنيا بطمة: نتمنى تعجبكم، الرابط في ستوري. الأغنية في القناة الرسمية لشركة الإنتاج. يذكر باللي تسربت أغنية مطلقة بعدما شركة المنتجة ترجعت على تنزيلها ليلة البارح على اليوتيوب باش يديروا بعض التعديلات التقنية. حسب ما أعلنت عليه شقيقة الفنانة المغربية ابتسام بطمة، وكانت ابتسام خبرت محبي دنيا بطمة بتأجيل العمل عبر ستوري على حساباتهما الرسمية على الانستغرام، مدونة إخبار لكل محبي الفنانة دنيا بطمة سيتم تأجيل طرح الأغنية لوقت لاحق بسبب بعض التعديلات التقنية. نتأسف على هذا العطب الخارج عن إرادتنا وسنوافيكم بالموعد الجديد قريبا. وتفاجأ الجمهور بأن واحدة من القنوات على اليوتيوب اللي كتحمل اسم دنيا بطمة سربت أغنية مطلقة من فيلم البوز، ومن بعد انتشرت على نطاق واسع عبر مجموعة من الصفحات الخاصة بأخبار الفن والمشاهير على الانستغرام. يذكر أن هذه القناة على اليوتيوب تأسست حديثا وبدأت تنشر المحتوى الخاص بشقيقة بطمة ابتسام بطمة قبل 3 أيام، ربما في خطوة تضليلية ومحاولة نسبة تسريب العمل إليها. وفي الوقت اللي تجهل فيه هوية أصحاب القناة والدافع الرئيسي لتسريب أغنية مطلقة للفنانة دنيا بطمة، غير معروف أيضا وشركة الإنتاج ستكتفي بالتبليغ على القناة اللي سربت العمل أم ستلجأ للقضاء باش تحسن في الموضوع وتطلب تعويض على الضرر اللي لحقها جراء هذه الخطوة. للإشارة أن دنيا بطمة كانت كسرت غيابها الاضطراري بسبب عقوبتها الحبسية في مارس الماضي، وأصدرت أغنية بعنوان تفكرت المهمة اللي هي أغنية جينيريك الخاص بفيلمها السينمائي البوز. وحملت أغنية تفكرت المهمة توقيع الشاعرة بشرى نيت القاضي، بينما الألحان كانت من فؤاد خضري وتوزيع المختار العلوي. يذكر أيضا أن فيلم البوز كان أول تجربة سينمائية لدنيا بطمة، وجمعها بشقيقتها ابتسام وبالنجوم التركيين مراد ناجي وميرت ألتسينسينك، بالإضافة إلى كل من مراد العشابي، عصام وشمع، عبد الله فركوز، فضيلة بن موسى، قمر السعداوي، النعيمة بحمالة، فاتي جمالي وآخرين. ومن جهة أخرى خلق المنتج البحريني محمد الترك جدلا واسعا على منصة التواصل الاجتماعي بعدما لمح إلى مغادرة طليقته الفنانة دنيا بطمة لسجن الوداعية خلال بث مباشر عبر تطبيق التيك توك. وأعلن محمد الترك تلقي اتصالا هاتفيا من المغرب يعلمه بقرب مغادرة دنيا بطمة السجن، ملمحا إليها بدون ذكر اسمها بصريح العبارة. وأضاف محمد الترك أن بطمة قريبة من مغادرة السجن ومعانقات الحرية، كاشفا أن الأمر سيتم خلال حوالي 12 يوم القادمة. يشار أن تصريحات محمد الترك أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي بعدما تداولها على نطاق واسع وسط ربط البعض بين أقواله وبين استفادة الفنانة المغربية من العفو الملكي. وكشف الأستاذ ألمو أنه حسب مقتضيات الفصل الأول من ظاهر الرقم 387.57.1 بشأن العفو يمكن الحصول عليه سواء قبل تحريك الدعوى العمومية وأثناء سريانها أو حتى بعد صدور حكم نهائي بالعقوبة، مضيفا أنه حسب مقتضيات الفصل الثاني من نفس القانون يمكن أن يترتب عن العفو إما مراجعة العقوبة باستبدالها أو إلغائها جزئيا أو تخفيضها أو إلغائها كليا.
مشيرا إلى أن العفو لا يشمل حقوق الأغيار المتضررين من الفعل الجرمي. موضوع العفو إذا أن هؤلاء تبقى مطالبهم المدنية المحكوم بها كتعويض عن الضرر قائمة ومستحقة تجاه المحكوم عليه ولو عفي من العقوبة. وبناء على هذا فقد أوضح الأستاذ بهيئة الرباط محمد ألمو على أنه ما كاينش مانع قانوني أو مسطري يحول دون تقديم الفنانة دنيا بطمة لطلب العفو، لافتا إلى أن قرار القبول أو الرفض بيد لجنة العفو.